السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا شرفت إيا قيمة إيا خيابة سودوا ذو مسكين كي مسكين عاوية ذو قبرة تمر مشت هيرا نقول بدري على ذلك جبتين سودوا ذو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوا ذو أصحابتي إذا قيمة إيا شرفت مضان نقول بدري على ذلك جبتين وركي وقدم به أيان إن لو ذانية سودوا ذو سودوا ذو سودوا ذو الله نشرف سودوا ذو صياع وركي وقدم به أيان إن لو ذانية براوي ميل دورشود ديغانكا براوي كسوتو ملايشي بلاد اي ويرين وحان لا يشيغن هل قف كو دهو ما هل قف نو كو دنتي دمشدنا ملايشي سوور ويرتو هل قف لا غدي عيد ما اسكو جرا ميلتري اي مامك اي عقت مري ملايشي وير سو غادي وربحين اي اين كغايا سو دواد من ول با جوتين وحان لا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لمانتي محمد ابو جيدا لما أنت مروا الباء جبتين الله ينشرف سود هذا وفود وقامين يرئيس الوزارة سوري رئيس الوزارة بحقين كذل ما هذه قولت قدر وقاري ذل كهلا وربحين أي إن كرايا سود هذا كم قابا أدوين أي قصة تمجال هذا مقدسه وضد كصومالي ناس كود ديارنا يا إن أي مركي لقوله والله بيه تمان كبش إن مجال هذا مقدسه إيش خبصته فنام بحيو يد بدريو سودوا هذا ملو الباء جبتين وحال الله ينشرفه. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دمان مقعيد المكو بكرو الله ينشرفه. سودوا هذا ملو البدني دعلي ذي أو بس قنتين وحال الله سودوا هذا الله ينشرفه واني جعلها واني جعلان دون سودوا هذا سودوا هذا سودوا هذا وما سنتين ان شاء الله ان شاء الله قدر اقول ايام فلانا رمسي وكوجيدا عبد الرزاق ادغن وكوجيدا دمنت وني وجيدا الله ان يشرفه بالصور ديدا وكوجيدا دمنت الله ان يشرفه ان ادان دعيسنو او الهي امرينو ان الهي هو نغا اقبلي ان الهي هو نغا اقبليو او الهي او ايشن حالي نو اقبلي دونا دو الى الى وانا نوع أقبليا إن شاء الله دولة دولة الصوماليين from Washington DC عبد الرحمن thank you عبد الرحمن الله مركو صبكم عشكو يا را نلسو ذاك أنا حريرنو وحاني كعو سنيا ضد بضان وقال تري بضان نلسو حريرو وحان ربعين أقول ماذا إلي هويوين كشرفت لأي أبوين كشرفت لأي أهم رياشي إيدوين كي أسعبتي إيه قبلها غروح ضد بضان يوليش غالين يرضى الرجيني وقرباحيني كسو نوضان دلكي إينا لسو حريري قارك منا دعنوك وقارك منا تاقير نفذي آد أياد أمها سنتين الله ينشرفو فرحدين لما قياسك رو شعبك مقال هذا مقدشة قلب وكو جيدا شعبك مقال هذا مقدشة ودم قوش أنا كالة تنكي وما سنتين قوش اتكلم مره إلهي وحان كبرينا عسرا نوصة صعودة إن إلهي وكسو يريه ورفي عن أنكو قنعنا إن شاء الله دو إلهي لهذا تي إلهي هلغو تشتو تي إلهي هلغو تشتو محمد عبد الله الفرماجو إلهي كسكو لساقع اسكال لبنت قيتكو قبصانا سماري إن لي إلهي نكي قطي أيا بدي سوعلي الدونك وعليها بي وعم أغلجري نكي قفك مركو صعودة هوري الله صعودة قال ما أرقبو صعودة وقال يا وقف الباب سوق لنا قال واحد وسكت لكن نيري الا بكاره قال ابو صونه بني جماعه رجس نكي بدي قت دي لي بدي سعلي نكي افر لو اتك ساعتنا او ديدي العقل سيني والقوا الرب ان لله وانا اليه راجعون ادير محمد عبد الله فرماجع اسكلي بنتاس الى مركه كواد الله اسكلي مركه لبان اسغا اسكلي مركه سدحان امده الصوماليات اي قبيلك يقولك كتي اي بدودي دولنمدي راسني عيا اسكلي إلها غيري كرتي عدي إذا كرت مات ورقي يسيف عون رجيف thank you بنام بعهم كده بالدقنة إني قاعد غربها أنا قبل سنتين أنا وحمرة إني جوجنا ليه تان عملنا قرحة إنه أسكت كويت ما أنت ضع أنت كبل واضح مروين لغة كنت على مركقة لغة أوجي ماذا إلا دبكة ما أنت روا أقوله جاي مقال ذو النبات thank you إن شاء الله وحيني رجيني أقول وحيني رجيني برواقه وحيني رجيني تانكي وهذا هو سأكون بالمتنبه وما شاء الله شعب كولن وحالي وماسيين شعب كولن أبابلي وضان واكين مامي
qarinadooda siyaasiyiintooda aqoonyahanadooda dalka holan jooga ee soomaalida ee shacabka soomaaliyeed oo dhan waay shacabka soomaaliyeed oo dhan waxay diyaar u yihiin inay maxkamadda horteeda ay banaanbaxyo ku qabtaan maasha allah halkaasaan ka soo taageerinaa leefkan idinka taageerinaa waa la guulaystay qarankeenna waa guulaystay maxamed cabdullaahi farmaajo allah xafido allah xafido allah xafido cimir dheer iyo caafimaad allah siiyo isaga caruurtiisa iyo hooyo saynab madaxweyneheena waa guulaystay dhaguhu ka furaystay gaaloo dhan iyo kenyaati iyo carab oo dhan dhaguhu ka furaystay baddeena annakaa iskale yir waxaan lacagan qaadanaya ma jirto mushaarka ciidanka joogta u bixiya shaqaalaha dowladda oo subax walba ka lahaya mushaarkoodii ku xisaabtamayaan maxaa yeele dadku guryaha wada degayeen tankiin dadku guryaha wada degayeen waxaan ka codsan inaan fiidoga sheergaraysiin wax yaraa laftiga rabaa inaan ku jiro hoolo abaabulaan wadaa iraan lahada abaabul aada weynaan ku jiraa hadda wallaahi leefka markaan ka baxo wallahi meelaan u socdaa inaan beeni sheegin abaabul ayaan ku jiraa waxaan ku jiraa isdiyaarintii aan ku jirnaa warar soo baxay waxay sheegeen in gobolka laftigiisa uu banaanbax qabanayo markuu waxaan rabnaa waxaa sunan in hal meel iskugu tagno hadduu ilaah yidhaahdo oo guddoomiyaha gobolka banaadir uu cilaamiyey sida waxogta aan ku helay aan rabnaa inaan ugu mahadcelin cumar finish aan thank you qof walba oo muwaadina waxaan leen fiidooga sheergaree waa la guulaystay waana la guulaysanayaa qarankeennana waa guulaystay mar labaad iyo mar saddexaad aa inii sheegaya soomaali waa inay maanta gacmaha isqabsato soomaali maanta waa inay u istaagtaa maxaad haysataa madaxweyne qab weyn waxaad haysataa madaxweyne siyaasiya waxaad haysataa madaxweyne daacada waxaad haysataa madaxweyne musuqmaasuq ka fog madaxweyne ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaano salaadoo tukadaad haysataa madaxweyne shacabka soomaaliyeed ka naxayaada haysataa madaxweyne soomaaliya sharafteedii raba inuu usoo celiyo wura kenyaati iyo madaxweyneyna madaxweyneyna qurux badan af ururaha muqubaystaha qariiska ah iyo madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaaja fiican marurkeyga si fiican u dhegeyso diiniyan iyo akhlaaqiyan iyo sharafnima iyo quruxba madaxweyne farmaaja ku haysa marurkeyga si fiican u dhegeyso ayaa shacabkiisii oo dhan isagoo uray ay taageersiin adoo muwaadina waxaa laga rabaa inaad dowladdaadii qarankaaga aad taageertaa laga rabaa oo maanu weyn oo maadsantahay qofka qoraal kor iga soo diray allah ku sharfo tankii oo kaaga mahadcelinaya waajib isaaran waay mahadcelin uun baahni muwaadin walba waxaa laga rabaa inuu dalkiisa dhisto qaybaan ka ah inaan dalkayga dhisto wallahi boorarka waa sameeyey insha allah hadduu leeyahay waddooyinka aan dhisanaa inuu tusi doonaa hadduu ilaahay nafta baaqi ka dhigo bal warkayga si fiican u dhegeysta waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed aan la wadaagno meel walba aan joogno aan la wadaagno in dadka soomaaliyeed ay isku duuman yihiin maanta wax yaroo qabiil iyo qurun la geliya maahe inta kale ee maanta dowladnimada iyo nabaddu ay ogaadeen nabaddu waxay tahay way ogaadeen dad badanoo mucaaradaha hadda waxay ku leeyihiin farmaajaan taageerina waa maasanta dad badanoo mucaarada farmaaj midaa xalay saarnayno mucaaradaha wallahi been inii sheegi waray war gudoomiya war biyaataay ay weli meesha maa taagna ma yiniyeniyo bisa aniga farmaajaan isku soo dhiibayin maxaa dhacay niyo waxaa nimankan waxay meesha ku hayaan madow yini qabiil iyo qurun iyo lugooyi ku hayaan ninkan soomaaliyeed oo intaas badi diidayay ee u dagaalamayay markay subaanso ee wafuudda diray ee rabo baddaan inay soomaaliya usoo noqoto ayaan taageerayaa kaaga darnaa amniga dalka boqolkiiba boqol waayo cidaa ka cabsoona male taleefonkaaga habeenka iskala wareegaysaa juansigaaga iska aadasaa liida iska aada wax imaane waxa keliyaan ku jecelaa maxamed cabdullahi farmaajo yiri waa amniga iyo daacadnimada dadkii mucaaradka ah dhalinyaradii la qalday way soo noqonayaan kuwaan caloosha waaweynna waa iska tegayaan kuwii badda gatay iyo kuwii caruurta gatay iyo kuwii xuduudaha gatay iyo hawada gatay way iska baxayaan dalkan maxamed cabdullaahi farmaajo u haray cid kale uma haray aranu qabiil taageeri mayno waxaan rabnaa amniga rabnaa waxaan rabnaa caafimaada rabnaa wasaaraddeena caafimaadka hortaas afar iyo labaatanka saac digniinee bixinaysaa war meelaha la isku kala tago hal kala fogaado war maaskare xirto war gacmihiina saacad walba dhaqa waxa waaye dowlad lamida mana soo maraso dowlad lamida mana soo maraso maanta wuxuu mudan yahay madaxweyneyna inaan u duceyno madaxweyne farmaajo intiina usoo duceeyo wallaahi o billaahi otsallaahi abaalkiisa ma gudi karo abaalkiisa lama gudi karo yaay sheegi karan inuu hogiisa abaalkiisa gudi karan inaa hadda kor nebiga u tegi markaasu nebiga hooyaday waxaan rabaa yuhu toban mar inaa xaji geeyo toban maa boqol geel boqol mar geel weligaa ma ajankeeda ma gudi kartaan maxamed cabdullahi farmaajo soomaaliya o dhan hadda isku tumaanta soomaaliya o dhan waa soomaaliya o dhan aan ku dhaha oo afka soomaaliya ku hadla inaysan maxamed cabdullahi farmaajo abaalkiisa gudi karin habeen iyo maalin wuxuu taagan yahay amniga dalka habeen iyo maalin wuxuu taagan yahay cumar finish inuu dhiirigeliyo yihahdo shaqada hala qabta wadooyinka waaweyn hala dhiso wadooyinka dadka dhibaatada ku qaban hala sameeya ciidamada ammaanka inuu yihahdo maxaa dhacay meel hebel burcad laga sheegaayo
oo ay dad uu sameeyey xataa dad amniga ka madax bannaan oo saraakiila uu sameeyey inay warbixino keenaan degmooyinka loogu badan yahay dhaca meelada ka dilaay dadka la dilay inuu markay yimaadaan madaxweynihii waraaqadii haysta inuu inta hore fadhiisto yidhaahday amniga ka warrama dalka markuu qofba waristo yidhi arrintaas aw saraakiishii degmadaas ku qabnaa intaas warbixinadan ma haysaa maya warbixinadaana degmada ka dhacay askartii dhan waa yaabay ruuxii dheeniga madaxweynaha waxaa moodan inuu yuruba ku mashquulsan yihin yuruba inuu jiray umaleynna waaba maxamar wa nugu haystaa nin walba hadda warbixinta degmadiisa waa keenaya madaxweyne ani degmadeeda hadlaynaa lagu dilay nimanna shabaaba ku dilay madaxweyne degmadeeda hadlayna oo askariya shacab ku dilay madaxweyne howlgallo ayaan qabanay qaraxyo ayaan soo qabnay hub ayaan soo qabnay nin walba wuxuu la imaanaa kiiskiisa wato si uu isugu ceebo way yaabeen ceydha aniga madaxweynaha ayaa u sheegay in degmadaasi qof lagu dilay ayaa u sheegay maa ku mashquulsanayn wargeysis maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sameeyey anaa wallahi rutin ii sheegay wuxuu sameeyey hay-ade amni oo ka madax bannaan hay-adaha amni oo xog u keena oo saddexdii habeen mar la kulmo ay warbixinta ay siiyaan dalkan amnigiisa shaqo badan ayuu ka qabtay habeen iyo maalin waxa uu xoogga saaray madaxweynaha waa amniga dalka warkeyga sifaa cunigiisa waad aragtay hadda qarax muudho hadda muudho markii siyaasadda oo ninkii macwis xiray uu dalka qaso ayuu bugiska leeda warkeyga sifaa cunigiisa ayuu bugiska leeda oo qarax soo baba hadda qarax maa yimaado waa kaas car qarax yimaado waa kaas dabada dadka baa meel loo sheegaya meeqaa la qabta qarax meeqaa shabaab guryada loogu qabto waad aragtay daynile iyo grasbelley iyo kaxda waxaa hay-adda nabad sugidda sirdoonkeena qaranka soomaaliya xafida wallahi wiilal dhalinyaraayo nafta uqoriyo iyagoo qabiira oo qarax dhul lagu aada soo saaray waad arkaysay t v-ga shabeelle iyagoo qarax dhulka lagu aada soo saaray kub dhulka lagu aada soo saaray dhalinyaradooda actifa oo dalkii iyo dadkii u nahay shalayna waxay ahaayeen maleeshiya beeleed oo nin iska haysto maleeshiya beeleed hay-adda nabad sugidda maleeshiya beeled iskaheed oo nin iska haysto oo wax waroba laga sameynayo aan waxba qabanayno 19 qarax magaalada haddii soo galaan aan soo qirin markaba madaxweyneheena waa guulaystay baddayni waa taas intaasoo maraa carab iyo gaalo iyo faransiis iyo ingiriis iyo maraykan u yimaadeen yihahdeen nigo lacag qaado baddaan iskaga ha kenyan aan u siixana adigaan lacagtaas qaado noloshaad inta ka dhiman noolow bilyanisaa lagu siinaa noloshaad inta ka dhiman noolow maba kaa dhammaana sab raalli ahaadu yihahdeen raalli ahaada anigu dadkaygii dalkayga gadan maa raalli ahaada gaalada dhan waa yaabiyin ra-iisul wasaaraha ingiriiska waa yaabiyin ka maraykanka waa yaabiyin madaxweynaha faransiiska waa yaabiyin madaxweynaha turkiga waa yaabiyan wuxuu leeyay warninkan soomaali xagguu ku jiray xagguu jiray 30 ee dhibaatada ay jirtay maxamed cabdullaahi farmaajo allahu naxariistay cabdullaahi yuusuf hadduu imaan lahaa ilaa sheekh shariif ilaa xashim ilaa maanta dalkeena qani u ahaan lahaa wallahi bilahi etoobiyaankan cararaya oo dagaalada ka socda aan noo soo carlay qadaamiina noo noqon lahayn gabdhaha quruxda badan ee etoobiyaanka waxay noo noqon lahaayeen ii sheeg maxaa la yidhahdaa waa noo shaqayn lahayn oo lacagan soo tusiin lahayn oo dalkan madaxweyneheena sharaftale waan uga mahad celinayaa wufuudda uu dirana guulaha u rajaynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xeerilyaalyaha guud ee qaranka iyo waxaan leeyahy madaxdii la socotay ee sawiradooda aan soo dhignay waxaan leenaa allah ina xafido allah ina xafido guul baa inii rajaynayaa soomaalinimadii dadku taariikhda in ka xusi doonto taariikhda ayaa in xusi doonto insha allah baddeenina waa lagu dhawaaqayaa shacabka soomaalida waxaan rabaa inaan u sheegay inaa magaalada muqdisho abaabulo waaweyn uu ka socdo ganacsatadii iyo dadkii deegaanka la aruurinayo lambarka whatsappka meesha ku qoran yahay lambarka seefkareysta nala soo xiriira waxyaabo aan leef laga sheegi karin iyo waxyaabihii hoose ayaa jira nimankan mucaaradka waxay abaabulayaan fooda iyo inay sameeyaan dalka inta maxkamadda aan la gaarin dhulsamareeb hadda dagaala laga cabsi qabaa oo iyaga laftigood inay soo qaadaan dhulsamareeb ay u weeraraan ilaa hadda qorshihii ciidankiina ay weli joogaan marka waxaa lagu soo aadinayaa arrinta badda lagu soo aadinayaa marka waxaa la rabaa in la yihahdo somali crisis fighting somali in la yihaahdo caasimadii dalka dagaala ka socdo goboladii dalka dagaala maxkamaddii waxay gaartay ilaa amar dambe in dib loo dhigo waa sida kenya ay raadinayso kenya waxay codsatay in baddaan la xukumo xalayna waa inii sheegay in baddaan la xukumo kenya diyaaray u tahay laakiin waxay codsatay in 6 bilood hadda ka bacdii dib loogu dhigo 6 bilood si madaxweyne ay leedahay u keensato meesha ay maqaar saara oo baddii ay tiraada xataa 50-50 ma baddeeda aniga kenya 50-50 ka siinaa diita allah iga saaro 10 kama siinaayo diita allah iga saaro waa ku dhaartee maxamed cabdullaahi farmaajo xataa iska dhaafi cid bini aadam ku yeelasiinay jir 10 tilaabo inaan kenya ka siinayn 10 tilaabo waa badan miya 10 tilaabadan hal isii xataa ma siinay aniga dhulkaygii aan kenya ugu qabsan kartaa ku dhulkaygii iyo awowyaashay iyo ay iga dhinteen kasii awowyaashad maya ma dhacas marka waxay rabtaa madaxweyne maqaar saar inay keensato ay tiraado ankii xataa 50-50 wargeygii sifaa cunigiisa
مهد جولد وحلاه الله كعفيد مهد جولد الله كعفيد هذه ما ذحده كل سقط رئيس الوزراء كعين تاريخ ذاك عسى أول جاب نمشي عن هاي شيء صومالي أو تين رئيس الوزراء كعين كيرني الشرف الأول والله بالله رئيس الوزراء ياش وقف في عين كان هذا الجو يكير ولا هذا وقف في عين وانين صومالي ماذا كوينته ما المغلس فيه برقد رئيس الوزراء فرنت وسفر واسع وعمره مركز ضد كذا كده غنم طاقية ضد كذا لقاه الله صار إيه سنة إيه ترحيل رئيس الوزراء شغال هذا ما ضلكي لنا خلق الأقلي سجبر لما تبليني سرقة أنت أو ضرط غلا أنت كده إلا ما يستمجد كو إيه لما تقف فض إيه لودي القبر كجدو إيه هو يجيني عرور إيه سكون جيل حاره إلا بابش رئيس الوزراء ماذا كان برقة الله إن رجواي برقة أنا واتع سنة thank you برقة ديري جنت هذا روحي أنا قد ضد كساسة وأنا حناوي ضد كين وأكن حناوي هذا ضد كأكنين أنا ضد كين وأكن أنا وأنا داست الرايد مركا ضد كأكن هذا يا ضد كلك هاللي كرتا رئيس الوزراء ما قال لي دي بعطيك إيه دقال إيه فاضي إنه قبل عبره أمني إني أيدي إني أمني أنت أصلا اللي سي مرحلة دي وح من الصومري والشباب إما مليين وركا كسي في عمري كيس طمن تلابو والله وبالله وطلعي أنا عكسين طمن تلابو بدن إنا كي كسين وحي أو ياشي يكسي أو ياشي كان انتهينا مي كين عدين رقني ما ليدا سوء عدو بدين بدين عدين رقني ما ليدا هالسوء عدو وبلحا وما تسمي عدو أدر باشو رقب وعلي رسومالي وحي ترى إنها شرطة ذكاري بشرعين كامرين كين مر يسكسو تحمر ليد بلحا لكن إذا مطلع نقراء ولو ذا أقول يانا أو ديارة يوحي وطان تنكي بأنا أقولي قولي آكا ولو تقي عيانا يسنا فالحين مذيهين أبالوين أي مذيهين إن شاء الله يدو إلى إرادو oo midan aniga ugu tagay gobolka gedo waa gobolka kaliya aan boqday gobolada dalka oo aan ku dhiiradin walaal been meeni sheegay adar waxaan rabaa inaan iraado maxamed abdullahi farmaajo li binti iskale cid bini aadam la qabsan karta male abdiramaajo qata ma shaqsiye fi balki in aad rijido badan qata ali wulee baday saaciye oo yaa qata mar baday yaa qata adan ku weydinay daawanaya wada gafuur weyn adan ku weydinayaa wadii kenya imaana taageeri oo mucaarade badan iyaga ka tamar madaxweyni koori maxamed abdullahi farmaajo hata magdan iyaga ka tabad xasan sheekh badan magdan wan u maad cilinna isagoo mucaarade oo arma inaan raan tanki madaxweyni waa maasanta waa waji ku saarnaa inaan badan gees laakiin xoolo soomaali ee leedahay waa xoolo abgaal leeyahay ma xoolo adiga leedahay ma wargeyga si fiican digiso xal raa qofka in loogu maad ciliyo shaqada fiican uu qabtay bal wargeyga si fiican digiso waan rabaa inaan ruto inii shaqo هذا الدل كان مدحويني قبوين مدحويني أقول له مدحويني شرف عسل أي دل كان يستوم أمري أنا بنتي نحلي أنا قلت ده عبد الرحمن بيقول بدنا نسوي عليه عبد الرحمن يقدر جاي ده أنت كذي عليه بدو نيجي كتبي السقاب يوم فرد طرف يصير أنا بقول ته هذا اللي بنت ضدكو ما لي سلخ يبصر اللي بنت ما لي سلخ يبصر اللي بنت ما اللي بنت رجل جاري مدحويني سلخ يبصر كره كان هذا الجو مع وجيعة فرماجو اللي من موضوع هذا كره وريسي فعلوس إنك عروتين يقبلهن يا أبوي كين يا هو ياشين يحولهن ي قبل كده كله يني معلومه وركي يسي فعلوس إن معلومه البحولهن يلا لين أو دمشي ياشين يسي دياشين يا هو ياشين يا أبتياشين يا أبرياشين إن معلومه البلا لين يا وسكالو أي مع وسوجي قندوجي وسكالو اللي بتقول لي معي عبد الله فرماجي هذا العيل خمس سنة اللي من مجلته هي مهد بولد هي رقاص بل ودي يسيب عن بقيس وعن كعو السنة الله فهم كجرى الله فهم مركب كبعو كبعلي صوع إلهي وحينك قبرية إلهي إن عمر داري عفوان نوسي ربي يتمكي إلهي نوو قارسيو إن شاء الله قدر إن شاء الله قدر إن إلهي نبد نوو قارسيو سيقام بداني إيو بدأوين فرماجي سوصة ونغلا بل وركي يسيب عن بقيس قال هذه سي بدهني يا دلكيني لو سئلنها بل وركي سي فاعون ديس وحين كوسنيا ان دلكاني ددك با لو كو ان فديا لا كو ان دلك لا دافعو ان او قرنكا سوماليا لو استاغو قال هذه
كلا يراعي هلا هذا نلقى على في ذلك بعدين مركزان كود أنا هلا هذا نلقى عن عادي جواي مركو عن ربع إن إن لو ده جو حكت عسي دل كان مانتا رجفي عن يولي هاي دل كان مانتا قلوا وين يولي هاي shacabka Soomaaliyeedna in loogu rayaqo ama loogu mahadceliyo ay leeyihiin waxaan rabaa inaan in la wadaago arintaas talaab xoog u shidan marka waxaan rabaa in arintaas ay ila qaadatiin insha Allah hadduu Ilaahay iraado waa insha Allah hadduu Ilaahay iraado 12 koo lagu dhawaaqaya إن شاء الله هدول وبنكون إن شاء الله هدول إلى إيران ويسوع دونا وهي كسوق روينا وذاك دونا إن شاء الله هدول إلى إيران قول بعيني رجيني هذا دو عصو طبعا كعصنا يوتيوب كم أشكر وشاري سبسكرايب صار كم رأيك فر لايك نصح بشي بشي كلا يا صع تقولي بقول مجارين إن شاء الله هدول إلى إيران أصحابي وما سنتي إن شاء الله هذا يسوع عاية خير بدن بعين كجتني ونوعه وإن شاء الله هدو إلهي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.